على بركة الله وتوفيقه متابعينا الكرام، تتواصل أشواطنا في هذا الصباح، تتواصل الانطلاقات بحفظ الله ورعايته ثم بجهود اللجان المنظمة هنا. وتقدم بالشكر الجزيل لجميع الرجال العاملين لإنجاح هذا المهرجان. متابعينا الكرام، انطلق قبل لحظات الشوط الثامن للكعدان المشتركات. نتقدم مع أول الأسماء المنطلقة وأول الأسماء الباحثة من يتقدم هناك. المتحد يبدو لي للدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من يتقدم المركز الثاني، والتقدم من شاهين وليد بن محمد بن ابراهيم السيد من يتقدم مع المركز الثاني. ثالث الاسماء من الجانب الايمن المنطلق هناك شاهين ايضا لسعيد بن سالم ال مسعود من ينطلق على المركز الثالث. رابع الاسماء المنطلقه والباحثه يتقدم شاهين وعبد الرحمن بن عويج البريدي. خامس الأسماء ومتمم إذاعتنا يصل صلفة وفهد بن محمد بن راشد الدوسري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى المتحد. الله، يا سلام. ينطلق متابعينا الكرام بشعار الدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من ينطلق مع الناموس متابعينا الكرام. ولكن الخطورة في هذه اللحظات من شاهين من يشكل الخطر، وليد بن محمد بن ابراهيم السيد من ينطلق مع المركز الثاني، ولكن الصدارة والناموس. الله، يا سلام، مع المتحد والدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. تهانينا له الناموس على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني وصل شاهين لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الثاني شاهين للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. تهانينا والناموس. متابعينا الكرام، التوقيت الزمني لحظة الوصول 2:16 بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.